بل لفوا منا ومنا التجمع عز والفرقة بلاوي ديرتي ديرتي دولة قطر حصن تبنى اسمها في غرة التاريخ ضاوي فضل أمير جودها الواسع شملنا شيخنا اللي كنها الحر النداوي مرحبا يا مرحبا باللي تعنى بالشيوخ وبالضيوف وكل هاوي مرحبا يا مرحبا باللي تعنى بالشيوخ وبالضيوف وكل هاوي مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. أيها الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، نحييكم مع استمرار أيام هذا السباق المحلي الثاني في هذا اليوم يوم الأربعاء 26 من شهر سبتمبر لعام 2018 الموافق 16 من شهر محرم لعام 1440 للهجرة. نصل في هذا اليوم إلى سن الجذاع والموعد مع إقامة 15 شوطا، هذا هو أولها، من الشوط الأول إلى الشوط 11 أشواط مفتوحة لأبناء القبائل، مفتوحة للمشتريات للودايع والإنتاج، وتبدأ أشواط الإنتاج الشخصي فقط من الشوط 12 وحتى الشوط 15. نتمنى التوفيق والناموس والخير لكل المشاركين، كما نرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر شاشات التلفزة، عبر قناة الريان الفضائية، الناقل الرسمي لهذه السباقات، وأيضا المشاركة في نقل هذا السباق، قناة الكاس الفضائية وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. نرحب بكل المشاهدين عبر الشاشات في كل مكان في الوطن العربي الكبير وأينما يصل وتصل هذا الإرسال، وأيضا عبر الأقمار الاصطناعية. وهكذا مشاهدين الأعزاء ينطلق أول أشواطنا الرئيسية. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه سبحانه وتعالى نتوكل دائما في أمورنا كلها، فهب لنا يا ربنا من أمرنا رشدا. ينطلق هذا السباق دائما بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مباشرة التقدم والصدارة مع وزن لهزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. هذا الشوط قمة راعي وزن، شوط له وزن خاص، له ثقل خاص عند ملاك الهجن، عند العارفين بخصائص الأمور في هذه الرياضة العربية الأصيلة. النقلة إلى المركز الثاني، تصل الركية وتتقدم على المركز الثاني، تعود ملكية الركية
لسعيد بن عبد الله بن سعيد المحشادي يقدم ركية في المركز الثاني. النقلة التالية إلى المركز الثالث ومن تتقدم مراسيل حمد بن سالم بن علي باللنقح يقدم مراسيل على صعيد المركز الثالث، بينما الدور والنقلة إلى المركز الرابع الوصول من قبل الشاهينية لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. البروفيسور حاضر اليوم مع الشاهينية على المركز الرابع وانتقلت إلى الثالث. دور المركز الخامس تصل نهابة لعلي بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، في كل مكان في دولة قطر، في الخليج، في الوطن العربي، في العالم. هذه أحداث الشوط الأول الرئيسي، شوط رئيسي مفتوح لأبناء القبائل، للمشتريات، للإنتاج. هات السبوق، دور سبوق، دور سبوق وحضرها في الأشواط المفتوحة. الله، ما زالت وزن ترقص على الانطلاق الذاتي والانطلاق التلقائي. وزن في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل يا بن نايفة، وزنه ثقيل ووزن كفو لهذا الشوط، وهي كفء مع شعار بن نايفة الذي عودنا على اختطاف الأشواط المفتوحة والأشواط الانتاج. روح يا راعي وزن، روح في الصدارة، روح حافظ على هذه المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط. هذه وزن ما زالت تسيطر على المركز الأول، تحكم السيطرة، تحكم القبضة على هذا الموقع المستهدف، حلم كل المشاركين في هذا الشوط. ما زالت وزن مع المركز الأول، هزاع بن عبد الهادي بن مبارك، هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة مع المركز الأول. أول الواصلات اللي تتخلص من الدحمول، اللي تخلصت من دحمولها وتقدمت. شعار خطير يصل في هذه الأثناء، في هذه الأثناء هنا الوصول وهذا الاختراق الصاروخي من العمق. تصل أول نداء للضبي لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يصل بغانم، ويصل أيضا مهندس الصفقات، ويصل أيضا بن ديلة في التضمير، زيد بن محسن بن نديلة أحد الشباب اللامعين البارزين، أحد الخبراء بالفعل، أحد الخبراء من خطف الرموز وأيضا في موسم واحد، وأيضا كون له قاعدة جماهيرية مع هذا الشعار، شعار بغانم الحاضر اليوم والمتواجد. بدأ الكبار بالحضور، أول الغيث قطرة يا بغانم. شوط رئيسي للمرة الأولى نشاهد هذا الشعار في هذا الموسم. المركز الثاني أو الثالث تصل نهابة وتتقدم علي بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، بينما المركز الرابع، الله، يا سلام يا سلام، بدأ التحرك، تحرك المضمرين، تحرك الملاك. رعبوبة القمرة، رعبوبة السندباد قادمة، طارت من المركز الرابع إلى الثاني مباشرة بمتابعة حمد بن محمد بن جهويل. انتقلت من الرابع إلى الثاني مباشرة. المركز الخامس في سيارة التعليق. عموما عودتنا إلى مقدمة الشوط، وزن ورعبوبة، وزن ورعبوبة، رعبوبة قرقعت الشوط، هزت هذا الشوط بهذا التقدم، بينما الثبات أراه من وزن. يا سلام، وزن 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 ورعبوبة بن نايفة والسندباد القطري، بن نايفة والقمرة، رعبوبة ووزن. شوط رئيسي يا مضمرين، يا مضمرين، وزن بن نايفة، وزن بن نايفة انطلقت والعصا قوس، حافظت على هذا الموقع، حافظت عليه وزن، حافظت على هذا الموقع المستهدف وزن. هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة راعي الانتاج، من تميز بانتاجه يتميز اليوم في الاشواط المفتوحة، يبدع اليوم. والعصا قوس، العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل، ما تحرك لين تصل على خط النزاع. هذه وزن ما تحركت العصا أبدا، الانطلاق ذاتي والدفع تلقائي. واسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك يا راعي وزن، صبحك الله بالخير، صباحك ورد وفل وياسمين مع هذا الناموس الصباحي الجميل. فالخير لهذا الشعار مع بداية الموسم. وزن ما تحركت عصاها أبدا 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 بدون أي منافس على الإطلاق. بن نايفة يختطف وينتزع. الشوط الأول الرئيسي قامت راس وانهت الشوط راس، وسلام يا وزن، سلام سلام يا بن نايفة، سلام، تهانينا والناموس. لحظات الوصول المركز الثاني، رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة. المركز الثالث،
الغوطة لهزاع بن حمد بوشريدة المركز الرابع، الظبي لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي المركز الخامس، النحابة لعلي بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى، ووزن تختطف وتنتزع. الشوط الأول الرئيسي قامت رأس وزن وأنهت هذا الشوط رأس لتزف التهاني والناموس على الهواء مباشرة في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لمالك وزن هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة. تهانينا والناموس يا هزاع على هذا الفوز المستحق، وأهنيك على هذا المستوى الممتاز وعلى هذا المستوى الأكثر من رائع اليوم لوزن. قطعت المسافة في توقيت زمني ممتاز، 6 دقائق 7 ثواني 18 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك وزن هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايف الهاجري. تهانينا لكل محبين هذا الشعار. المركز الثاني تصل فيه رعبوبة، أيضا قدمت عرض تشكر عليه. قطعت المسافة رعبوبة في 6 دقائق 9 ثواني 48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رعبوبة خالد بن حمد بن صالح القمرة. التهاني والناموس لمن قادها حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث وصلت فيه الغوطة، قطعت المسافة في 6 دقائق 14 ثانية 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهزاع بن حمد بوشريدة، والتهاني أيضا لأبنائه وأشقائه. تهانينا والناموس لكل الفائزين. أيها الأعزاء تستمر الإثارة وتستمر أشواط القوة والندية. ينطلق الشوط الأول الرئيسي لجداع القعدان، وأرحب بالزميل مطلق العنزي. التجمع عز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. شكرا محمد بن مريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تحية صباحية شحانية في هذا اليوم، يوم الأربعاء وسن الجداع. في هذا اليوم المميز تابعنا شوطنا الأول الرئيسي يذهب مع الشعار بن نايفة حاضرا كعادته مع وزن هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايف الهاجري الذي حقق الناموس وانتزع الشوط الرئيسي الأول الخاص بالإبكار، لينطلق على بركة الله شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. مجموعة كبيرة تنطلق تبحث عن تحقيق الناموس في أول الأشواط. نبدأ مباشرة نخوض هذا الشوط متعرفين على من يحتل المركز الأول. الرقم 1 نمبر 1 اللي بالمركز الأول هنا الفائز عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني رقم 2 ينطلق على المركز الثاني، شعار بن ذروة على المركز الثاني، ينطلق بارود عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على المركز الثاني. المركز الثالث ننتقل إلى المركز الثالث، هنا علاج عبيد بن علي بن عبيد السن ناري أحد المحللين وخبراء التحليل ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع هناك سالك علي بن حمد بن صالح بن علي بن حديد على المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الآخر على ما يبدو شعار بن حلفان ينطلق على المركز الخامس. هناك لكن نتعرف على من احتل المركز الخامس وغير. مرموق هنا عبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة العذبة على المركز الخامس. هذا النداء الأول الشوط الرئيسي بن ذروة. الشوط الأول غير، وناموسه غير، وانتصاره غير. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة. هنا من يحتل المركز الأول؟ من يحتل الصدارة؟ من يحتل المركز الأول؟ الجانب الآخر، وهنا تدخل من سالك على المركز الأول علي بن حمد بن صالح بن علي بن حديد، ويتدخل المتحد
شعار بن حلفان، شعار غني عن التعريف. المبدع هنا ينطلق على المركز الأول، راشد بن محمد بن سعيد البريس المري، متخصص بالأشواط الرئيسية. هذا الشعار العملاق يا ما صال وجال وحقق الرموز، تاريخ مع هذا الشعار، تاريخ مع هذا الشعار المميز. شعار بن حلفان ينطلق مع المتحد، يقدم في شوطنا الأول الرئيسي. المركز الثاني، الفائز على المركز الثاني عبد الرحمن بن حمد بن محمد بن سعيد بن دجران على المركز الثاني. المركز الثالث، أحد الشعارات العملاقة والخطيرة والكبيرة أيضا، يعشق هذا الشعار الأشواط الرئيسية، شعار بشريدة. الكل يعرف هذا الشعار، يعرف شعار بشريدة. المركز الرابع، السناري على المركز الرابع. المركز الخامس، شهلول، أول نداء لشهلول، فيصل بن علي بن جابر البنا المري. هذا النداء الثاني وهذا المنعطف الأخير يا أخواني، اجتمعت القعدان. الشوط الأول، الشوط الرئيسي، إلى أين يذهب يا بن حلفان؟ إلى أين يذهب؟ الله، بن حلفان يقود هذه الشعارات، يقود هذه الشعارات بخبرته الكبيرة. ينطلق، لكان السناري، راح السناري، انطلق السناري، تحرك بشريدة، تحرك بشريدة، ولع الشوط، ولع. الله، السناري، السناري هنا علاج عبيد بن علي بن عبيد السناري، علاج الشوط الرئيسي السناري، علاج، علاج عن جميع الأمراض الشوط الرئيسي الأول. الله، يداوي كل علة الشوط الرئيسي الأول. لكم بشريدة، حذرتكم من بشريدة مع المركز الأول مرموق عبد الرحمن بن صالح بن حمد بشريدة. والقمرة، القمرة قادم، قادم، قادم مع الرفاع، محمد بن سعيد بن محمد بن سالم. هنا شعار بن جهويل ينطلق مع المركز الأول. الله، انطلق بن جهويل، انطلق إلى مقدمة الشوط. القادم إسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي مع المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، لكن، لكن الرفاع، الرفاع، انتصر بن جهويل، فاز بالشوط الرئيسي الأول. تهانينا والناموس لمالك الرفاع محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد، الذي حقق الناموس في هذا الشوط الرئيسي الأول. الرفاع مع المركز الأول، تهنئة خاصة لمن جهويل، وهذا من حقق الناموس في السباق المحلي الأول بنفس الشوط. تهانينا والناموس على مالك، لمالك الرفاع الذي حقق الناموس في هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني إسعاف لعبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميد. المركز الثالث، المركز الثالث لزام لركان بن راشد بن سالم بن محمد المري. المركز الرابع، المركز الرابع محذر لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيم. المركز الخامس، المركز الخامس علاج لعبيد بن علي بن عبيد السناري. تهانينا والناموس، وهذا هو الرفاع الذي حقق الناموس في هذا الشوط. تهنئة لبن جهويل على هذا الفوز. 6:11 46 جزء من الثانية. تهنئة لبن جهويل على هذا الفوز المستحق، مع من احتل المركز الأول لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد. تهانينا والناموس. المركز الثاني، إسعاف عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي،
حقق المركز الثاني وحل وصيفا بالمركز الثاني 6:11.76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث لزام لركام بن راشد بن سالم بن محمد المري 6:12.16 جزءا من الثانية، حل بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبنستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وفي انطلاقات خامس أيامنا ضمن هذا السباق المحلي الثاني. ننطلق بتوفيق الله مع منافسات سن الإجذاع في هذا اليوم ضمن هذه الأشواط العامة. تابعنا الأشواط الرئيسية وتابعنا وزن من انتزعت أول الأشواط. نهني هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة وات الرفاع لينتزع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان. نهني محمد بن سعد بن محمد بن سالم بن جهويل. إذن مشاهدينا الكرام، على بركة الله ينطلق ثالث أشواط هذا الصباح، شوط خاص بالإبكار. نسير مباشرة إلى البداية، أتابع الصدارة. نجدة هنا على أول المراكز، جابر بن محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي، بينما أتابع من الجانب الآخر التقدم من النويعس حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. هنا يقدم النويعس مع ثاني المراكز، بينما أتابع القادمة هنا مهابة صالح بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك يتقدم ويقدم مهابة هنا مع ثالث المراكز، بينما أتابع التقدم من رابع المراكز الجذابة راشد بن صالح بن هزاع العذبة هنا القادم والمتواجد مع رابع المراكز، وخامس الأسماء هنا غادير عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد العيدة يصل مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط في منافسات الإجذاع في تحديات الأربعة كيلومترات. تنطلق أيضا هذه الأشواط وهذه شعاراتنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا السباق المحلي الثاني، وعبر أيضا هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان. أعود إلى البداية هناك، أتابع الصدارة. نجدة هناك على البداية، جابر بن محمد بن عبد الهادي البريدي هناك يقدم نجدة مع الصدارة، ولكن أتابع هنا التقدم في هذه اللحظات والوصول لمشاهدينا الكرام من تنطلق مع ثاني المراكز النويعس حمد بن محمد بن سالم بن جهويل أيضا حاضر منطلق هنا مع ثاني المراكز، ولكن الأسماء الشعارات قادمة في هذه اللحظات. مهابة تصل مع ثالث المراكز صالح بن علي بن محمد بن ناصر بن دلموك، ولكن القادمة والتواجد في هذه اللحظات من الجانب الآخر. أتابع التقدم من نهب حمد بن سالم بن علي بن جهويل يصل مع نهب والأسماء القادمة هنا خامسا. أتابع الجذابة راشد بن صالح بن هزاع العذبة المري يتقدم مع خامس المراكز. الله الأسماء والنداء الثاني مشاهدينا الكرام، ولكن أتابع التغيير والانطلاق في هذه اللحظات. هناك النويعس على الصدارة مشاهدين الكرام، تغير وتنطلق في هذه اللحظات. الله يا بن جهويل أيضا حاضر في هذا الصباح بعد أن قدم لنا الرفاع ينطلق مع هذه اللحظات. هنا مشاهدينا متابعين الكرام النويعس حمد بن محمد بن سالم بن جهويل
الكل بدأنا بالاقتراب ولكن أتابع الهجوم. الكل قادم هنا في هذه اللحظات الجذابة. راشد بن صالح بن هزاع العذبة ولكن الاسم القادم وصلت الشاهينية. ناصر بن راشد بن محمد الزبدان يصل في هذه اللحظات في أول نداء للشاهينية القادمة مع ثاني المراكز، ولكن بدأت التحركات. 1200 خلاص ما تبقى عن النهاية، ما تبقى عن الانتصار. هنا أتابع الجذابة، الجذابة قادمة مع ثالث المراكز، ومن الجانب الآخر وصول من الواعية، شعار السندوان أيضا قادم. راشد أيضا هنا ينطلق، صالح بن محمد بن علي السندوان. الله الله الله، اشتدت المنافسة ولكن عادت نجدة، انطلقت على الصدارة مع الكيلو متر الأخير. نجدة الله، مع اللحظات، مع الانطلاق، مع التحدي الأخير، نجدة هنا. نجدة تأتي أيضا مع هذه اللحظات، ولكن الجذابة قادمة مع ثاني المراكز. الله اشتدت المنافسة، نجدة هنا تنطلق، جابر بن محمد بن عبد الهادي الأبريدي ينطلق على الصدارة، ولكن شوف القادم هناك، الجذابة قادمة، راشد بن صالح بن هزاع العذبة، ولكن نجدة هنا شعار بن جهمان ينطلق مع الصدارة. الله يا نجدة على هذا الأداء والانطلاق المميز. جابر بن محمد بن عبد الهادي بن جابر الأبريد ينطلق مع الصدارة مع نجدة الناموس، نجدة الانتصارات. الله على هذا الأداء والانطلاق المميز. هنا بشعار جابر بن محمد بن عبد الهادي البريدي ينطلق بناموس هذا الشوط. مشاهدين الكرام، نجدة من تظفر أيضا بهذا الناموس المستحق. تهانينا والناموس لجابر بن محمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي على هذا الفوز والانتصار هنا مع لحظات الوصول. ثاني المراكز وصلت الشاهينية ناصر بن راشد بن محمد الزبدان، ثالث المراكز كان الوصول من الواعية صالح بن محمد بن علي السندوانة، ورابع المراكز وصلت النواعس حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، وخامس المراكز كان الوصول من الجذابة راشد بن صالح بن هزاع العذبة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس الأولى. هنا مشاهدينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني ولحظة الوصول 6:10:58 جزء من الثانية. نهني أيضا جابر بن محمد بن عبد الهادي بن جهمان البريدي على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت الشاهينية ب6:14:29 جزء من الثانية. نهني أيضا مالك الشاهينية ناصر بن راشد بن محمد الزبدان. ثالث المراكز وصل شعار السندوانة ب6:14:83 83 جزء من الثانية. نهني مالك الواعية صالح بن محمد بن علي السندوانة. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل أهلا ومرحبا بحضراتكم أينما كنتم، متواصلين مع تواصل أشواطنا وأيام هذا السباق المحلي الثاني، ونصل وإياكم إلى سن الإمتاع، سن الإجذاع في هذا اليوم وفي هذا السن. نعم، ومع هذه الأشواط العامة متمنين بإذن الله تعالى التوفيق للجميع. شاهدنا ثلاثة أشواط مضت وهذا هو رابعها، وهذا الشوط مخصص لجذاع القعدان من مسافة 5 كيلومترات أو 4 كيلومترات. نعم، من مسافة 4 كيلومترات. متمنين التوفيق للجميع. نبدأ مشاهدينا الأفاضل مع المقدمة ومع الصدارة لنكون وإياكم بالصوت والصورة لهذه الأحداث. نبدأ مع المقدمة، هذا الباز عوض بن علي بن حلفان المري من يتواجد مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، بينما يليه على المركز الثاني
شيخنا اللي كانها الحرة النداوي. نعم هذا هو الباز عوضة بن علي بن حلفان المري من يتواجد مع المركز الأول. المركز الثاني يصل غشام محمد بن سعيد بن عبد الله العجمي من يأتي ويحتل المركز الثاني بينما يليه على المركز الثالث. المركز الثالث القدوم والوصول من مذخور صالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري. وعلى المركز الرابع يصل من الجانب الأيمن شعار الزعبي. من الجانب اليمين يصل هنا مدمر خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي. وعلى المركز الخامس الوصول والتقدم من خامس المراكز من قبل كساب سالم بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال العذبة من يحتل المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة. هذه النتيجة. نعود إلى مقدمة هذا الشوط. نعود إلى مقدمة هذا الشوط. شعار بن حلفان. شعار بن حلفان مع المقدمة ومع المركز الأول. عوضة بن علي بن حلفان المري من يحتل المركز من يحتل مركز الصدارة والمقدمة. يا سلام الله. يلا يا أبو علي. يلا يا أبو علي. عودنا دائما هذا الشعار على المراكز المتقدمة دائما في جميع المحافل. يا سلام يا سلام. عوضة بن علي بن حلفان المتابعة من قبل حمد بن علي بن حلفان. ولكن الله شوف دير بالك دير بالك من مدمر يا بن حلفان. بن حلفان يصلك هنا مدمر على المركز الثاني. المركز الثاني يصل مدمر. مدمر تعود ملكيته لخالد بن عبد الله بن راشد الزعبي. يصل ويحتل المركز الثاني وعينه على بن حلفان. بينما يليه على المركز الثالث غشام محمد بن سعيد بن عبد الله العجمي. والمركز الرابع الوصول والتقدم هنا من مذخور صالح بن حمد بن عبيد بن قبعان المري. الله قادم من المملكة قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة. ولكن شوف الدخول شوف الدخول على المركز الخامس اللي يغير واحتل المركز الرابع. المركز الرابع يصل هنا الساعي علي بن محمد بن سعيد المري. وعلى المركز الخامس شعار بن هلال على مستوى المركز الخامس. الله يا بن حلفان. الله الله يا المبدع. لمسات المبدع واضحة مشاهدة للعيان. يا سلام. ولكن دير بالك الواثق واصل واصل الواثق. يا سلام. ولكن لازالت الأمور لازالت الأمور معاك يا بن حلفان معاك يا بن حلفان. عوضة عوضة وعوض عوض بن علي بن حلفان من يتواجد مع الصدارة مع المقدمة المتابعة مع حمد بن علي بن حلفان. الله. المحاولة على المركز الثاني من قبل مدمر خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي. ولكن اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة لازالت الأمور مع الباز. الباز ومدمر مدمر والباز الباز ومدمر. الله. يا سلام. اللحظات الأخيرة الباز مدمر مدمر. الباز 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 الباز. تهانينا والناموس لك يا مالك الباز عوض بن علي بن حلفان. نهنيه على هذا الناموس. المركز الثاني يصل فيه مدمر خالد بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الثالث المركز الثالث يصل الساعي لعلي بن محمد بن سعيد المري. أما المركز الرابع يصل على المركز الرابع العديد لعبد العزيز بن محمد البعينين. أما المركز الخامس يصل على المركز الخامس فجاج لناصر بن علي النجم المري. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هذا الدخول. هذا هو شعار بن حلفان يسيطر على المركز الأول قاطع المسافة في 6 دقائق 9 ثواني 11 ثانية. نهني مالك الباز عوض بن علي بن حلفان. ونهني أيضا جميع أشقائه وإخوانه على هذا الناموس
أما المركز الثاني فوصل هنا مدمن قطع المسار 6:09 جزءا من الثاني تاهنينا للواثق خالد بن عبد الله الزعبي. أما المركز الثالث وصل على المركز الثالث الساعي يقطع المسافة في 6:10:29 جزءا من الثانية تهانينا والناموس لمالك الساعي علي بن محمد بن سعيد المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل الترحيب بانطلاقات أشواط الخير والبركة، أشواط هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. أحييكم بانطلاقة الشوط الخامس لفئة الجداع أبكار، ينطلق من مسافة 4 كيلومترات، يحمل بطياته هذه الأسماء والشعارات المندفعة والمتواجدة من أجل تحقيق الناموس ومن أجل تحقيق الانتصار في هذا الصباح على أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. نتابع المنافسة على مقدمة هذا الشوط ونتابع البداية مع هذه الأسماء المنطلقة، حيث تتواجد أول الأسماء وأول الشعارات المندفعة والمنطلقة في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط. المركز الأول الذيبة صالح بن محمد بن علي سندوانه المري ينطلق هنا ويتواجد مع المقدمة مباشرة، بينما من غيرت واحتلت صدارة الشوط الظبي راشد بن سالم بن سعد آن نابت المري يقدم لنا الظبي التي بدأت تتسلل بدورها إلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع القادمة هنا حيس لمحمود بن محمد بن سالم ألوهيبي متابعا مراقبا لأحداث هذا الشوط مع الحيس التي تتواجد في المرتبة الثانية. المركز الثالث هنا تواجد الذيبة صالح بن محمد بن علي السندوانة المري يشارك مع انطلاقة وتواجد الذيبة على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع التواجد مع ذيبة أخرى تشارك في هذا التحدي، ولكن من غيرت وبدأت تتسلل بدورها إلى المركز الرابع وإلى المركز الثالث مباشرة هقوة لمبارك بن غانم بن مبارك البسعيد الخيارين يتواجد مع هقوة على المركز الثالث. المركز الخامس نتابع هنا الذيبة عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني مشاركا في هذا التحدي، ولكن التغيرات التي جرت وطرت على المركز الخامس في هذه اللحظات، يتواجد هنا شعار صايد الرموز غانم بن منصور الخيارين يتقدم مع مثايل عبد الله بن زايد بن منصور سيف الخيارين، هنا يتقدم مع مثايل فيها دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط. بأول نداء أتممت على ما سمعكم بالوفاء والتمام، نعود مباشرة مع البداية ومع الظبي وراشد بن سالم بن سعد آن نابت المري هنا يحلق ويقرد وحيدا خارج السرب في هذا التحدي وبهذا المسار المتميز مع الظبي التي بدأت تنفرد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع هقوة غادمة في هذا التحدي وبهذه المنافسة، تحمل شعار مبارك من غانم بن مبارك البسعيد الخيارين مشاركا في هذا التحدي على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مثايل بشعار صايد الرموز عبد الله بن زايد بن منصور سيف الخيارين يتقدم هنا يتواجد في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط، بينما المركز الرابع تابع الذيبة صالح بن محمد بن علي السندوانة المري يشارك في دائرة الصراع والنزاع على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة والشعارات المتواجدة، مدى عبد العزيز بن حمد بن عبد الهادي بن جابر البريدي هو من تحتل المركز الخامس مدى في هذا التحدي. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس الأسماء الأولى التي تسيطر وتنطلق في دائرة النداء والإذاعة. نعود مباشرة مع البداية ومع تحديات المقدمة. هناك الظبي بشعار بن سعد هنا تنطلق وتغرد في تحديات
فئات المركز الأول مباشرة تتواجد في المرتبة الأولى وتندفع في صدارة هذا الشوط. راشد بن سالم بن سعد النابت المري يقدم لنا عطاءات الظبي، بينما المركز الثاني مثايل من تمثل شعار عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين غادمة في هذا التحدي وغادمة في هذه المنافسة المشرفة متواجدة. بدت الحركة في هذه اللحظات وبدت معركة الكبار في هذا المسار. المركز الثالث أقوى لمبارك بن غانم بن مبارك أبو سعيد، الخيارين مع المركز الثالث، ولكن الضبي ما زالت الغايدة بشعار بن سعد. هنا ينطلق في هذا التحدي راشد بن سالم بن سعد النابت، ولكن وصلت مثايل مع اللحظات الأخيرة عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، وأيضا هنا هقوة غادمة في هذا التحدي وقادمة في هذه المنافسة. هقوة ومثايل، مثايل وهقوة في هذا التحدي وبهذا المسار الجميل مع اللحظات الأخيرة. هقوة تتسلل، ولكن مثايل وهقوة اللحظات الأخيرة. هقوة ومثايل الناموس وين؟ حاير بين اسمين، ولكن هقوة واللحظات الأخيرة تحقق ناموس هذا الشوط. تهانينا لمبارك بن غانم بن مبارك أبو سعيد الخيارين على فوز هقوة في ناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصلت مثايل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. المركز الثالث الظبي للسيد راشد بن سالم بن سعد نابت المري. المركز الرابع الوضيحية هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. المركز الخامس وصلت الذيبة صالح بن محمد بن علي سندوانة المري. هكذا مشاهدينا مستمعين الأفاضل المنافسة والتحدي، فتابعنا المنافسة مع الأمتار الأخيرة بين هقوة وبين مثايل، ولكن هقوة حققت ناموس هذا الشوط. 6 دقائق 12 ثانية 46 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس ثاني هنا مسلم مبارك بن غانم بن مبارك أبو سعيد الخيرين على فوز هقوة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني مثايل، 6 دقائق 12 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن زايد بن منصور سيف الخيارين. المركز الثالث وصلت الظبي بتوقيت زمني وقدره، 6 دقائق 14 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد راشد بن سالم بن سعد نابة المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. على بركة الله انطلق قبل قليل شوطنا السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية لانطلاقات سن الإجذاع، وهذه الانطلاقة المخصصة لفئة القعدان مع تحديات 4 كيلومترات. لنتابع معكم التحديات الحاضرة لهذه الشعارات المتواجدة والمزينة لأرضية هذا الميدان. لنبدأ مع مسيرة هذا الشوط، لنبدأ مع تحديات هذه الأسماء الحاضرة والأسماء الخمسة الأولى المنطلقة في مسيرة هذه الانطلاقة. لنبدأ مع أول المراكز، النشمي على المركز الأول، تعود ملكية العبديز بن محمد أبو عينين من يقدم لنا النشمي على أول المراكز ومع الصدارة والمقدمة. ثاني المراكز، ثاني التحديات، ثاني الأسماء أرى التقدم والوصول من قبل مخباط لسالة بن محمد العيدة. والمركز الثالث أتابع أيضا الواصل والمتقدم بهذه اللحظات شعار المعاضيد من وصل بتحدياته وانطلاقاته على المركز الثاني باحثا عن نقطة ثمينة في هذا الصباح ومع هذه الانطلاقات والتحديات. بتحدياته وانطلاقاته بدأ يتسلل من الجانب الأيمن شعار المعاضيد، وكذلك أرى الشعارات الواصلة والحاضرة من بدأ أيضا يتقدم على أول المراكز وعلى الصدارة والمقدمة. وصول من قبل بديع من وصل بهذه اللحظات، وهنالك الواصل الباسل محمد بن عبد الرحمن بن هلال على المقدمة وعلى الصدارة وعلى أول المراكز. المركز
الثاني، وتابع أيضا على ثاني المراكز وصول مهلي لفهد بن علي المهندي من بدأ أيضا يغير على مجريات الشوط. المركز الثالث من الجانب الأيمن، وتابع الأسماء والشعارات الحاضرة للزام لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيم. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدين الكرام من قبل المنتحر لمحمد بن حمد بن محمد بن عويضة العذبة. وخامسا وصول وتقدم مشاهدين الكرام من قبل معنا لناصر بن محمد بن راشد الدوسري. هذه الأسماء الحاضرة، الأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمتنافسة، الأسماء واصلة لا محالة خلف النداء، شعارات حاضرة في تحديات هذا الصباح وهذا الشوط. لنرى أيضا تدخل الشعارات واقترابها من المنافسة ومن الأسماء المتقدمة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى الباسل على أول المراكز، من ينطلق ببسالة على المقدمة محمد بن عبد الرحمن بن هلال، يقدم لنا ورقة رابحة من الأوراق الرابحة التي يحملها هذا الشعار بتحدياته وانطلاقاته على المقدمة والصدارة. الدوسري قادم على المركز الثاني، مقدم لنا شعاره، مقدم لنا معنا لناصر بن محمد بن راشد الدوسري. والمركز الثالث وصول مهلي لفهد بن علي المهندي. رابعا التقدم مشاهدين الكرام من قبل الجارح، وصل الجارح ليداوي أيضا جروح المنافسة بانطلاقاته وتحدياته عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البريدي، مقدم لنا شعاره مع تحديات المركز الثالث. المركز الرابع التواجد شعار المهندي. المركز الخامس الوصول والتقدم من قبل الفائز فهد بن راشد بن مشعاب على خامس المراكز. لكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة وإلى أول المراكز، الباسل والجارح، الجارح والباسل، الأسماء القوية الحاضرة، الأسماء المرشحة. لكن الباسل، الباسل على البداية، على الصدارة، على المقدمة، ما زالت أموره حتى هذه اللحظات متواصلة مع الناموس، مع التحديات، مع اختطاف نقطة هذا الشوط. مقدما لنا أيضا تحدياته وانطلاقاته محمد عبد الرحمن من الهلال، من يقدم لنا بالعذبة تحديات أول المراكز مع انطلاقة وتقدم الباسل. لكن المركز الثاني، الله، نجم نجم نجم، وصل نجم لينطلق بتحديات شعار بن ضابط، علي بن مطر بن ضابط الدوسري، ليغير مع البداية مع المقدمة ليكون من أقوى المنافسين مع الباسل. الباسل نجم نجم، الباسل يغير إلى الصدارة، ينطلق مع أول المراكز، يبدع بانطلاقاته وتحدياته خاطفا نقطة في هذا الشوط، خاطفا ناموس هذا الشوط الثاني. والتبريكات نزفها لمالك الباسل، من قدم لنا الباسل محمد بن عبد الرحمن بن هلال العذبة. المركز الثاني كان الوصول من قبل نجم علي بن مطر بن ضابط الدوسري. المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام من يحمل رقم 72 الجارح لعبد الهادي محمد البريدي. المركز الرابع كان الوصول من قبل مهلي لفهد بن علي بن عبد الله المهندي. المركز الخامس كان الوصول من الطليلي لمحمد بن دلهم بن ناصر الهاجري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، الباسل يختطف نقطة هذا الشوط كما فعل في السباق المحلي الأول، يكرر إنجازه في هذا الموسم، يسجل النقطة الثانية في هذا السباق المحلي الثاني. 6:06 42 جزء من الثانية الثاني. والتبريكات نزفها لمالك الباسل، من حقق أيضا التوقيت الأفضل في هذا الصباح. 6:06 هو التوقيت الأفضل مع الباسل. نهني محمد بن عبد الرحمن بن هلال على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل النجم 6:07 72 جزء من الثانية الثانية. التبريكات لعلي بن مطر مضابط الدوسري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل الجارح 6:11 43 جزء من الثانية الثانية. التبريكات لعبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي البريدي. شوط جديد ينطلق، والحريري يتواصل معلقا على مجريات شوطنا السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا السابع
والمخصص للجداع البكار والمسافة 5 كيلومترات نتابع وإياكم هذه الانطلاقة، أو 4 كيلومترات نتابع هذا الاندفاع والانطلاق في هذا الشوط، نتابع هذه الأسماء المشاركة، نتابع هنا المركز الأول ومقدمة الشوط، نتابع المركز الأول اللي هي الشاهينية لمبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران الجحيش هنا مع مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الأول والمقدمة بينما المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع المركز الثاني ندى لعبد العزيز بن ناصر بن حفيظ الحفيظ المري على المركز الثاني، المركز الثالث من تصلنا هنا في هذه اللحظات الشاهينية لخالد بن حمد بن علي البريص المري مع المركز الثالث، المركز الرابع ومن تصلنا في هذه اللحظات من الجانب الأيمن ولكن نتابع هنا شعار اللورد مع قدوم مزنة لفهد بن صالح بن سعيد العيدة على المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هناك المركز الخامس اللي على المركز الخامس صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني على المركز الخامس، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة هناك الشاهينية لمبارك بن عبد الله بن سفران على مقدمة هذا الشوط، نتابع هنا مع المركز الأول ومع المقدمة نتابع هنا في هذه اللحظات وبهذا القدوم من الشاهينية على المركز الأول، بينما المركز الثاني اللي بدأت بدورها في هذه اللحظات وانتقلت نقلة ممتازة مع المركز الثاني، هناك الشاهينية لمرزوق بن راشد بن عبد الله الزعبي اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع المركز الثالث في هذه اللحظات بدأت تتدخل هنا في عمق المنافسة، وهذه الدخول هنا نتابع صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني دخلت على المركز الثالث، المركز الرابع والقدوم من ندى عبد العزيز بن ناصر بن حفيظ الحفيظ، والمركز الخامس وأول ندى لي أيضا قنيف الجار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري مع المركز الرابع هنا المركز الخامس، المركز الخامس مزنا لفهد بن صالح بن سعيد العيدة. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى الصدارة، بن سفران الشاهينية هنا مع دكتور أيضا الدكتور مبارك بن عبد الله بن سفران، أيضا دكتور الهجن هنا متواجد في مقدمة هذا الشوط، نتابع هنا أبو عبد الله متواجد مع المركز الأول وفي الصدارة نتابعه هنا مع المقدمة ومع المركز الأول هنا مع الشاهينية، مبارك بن عبد الله بن سفران آل جحيش على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، نتابع المركز الثاني هنا قنيف على المركز الثاني اللي مالكها جار الله بن جابر بن جار الله المري وبقيادة بن عفرة، المركز الثالث نتابع هنا في هذه اللحظات والقدوم من اللي واصل الجازي مسفر بن علي بن عبيد السناري على المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع نتابع اللحظات لنتعرف على المركز الرابع هنا من الجانب الأيمن رقمها محجوب عنا، ولكن نعود إلى المركز الخامس وقدوم هناك أيضا من اللي وصلتنا اللي هي الشايبة راشد بن سعيد بن راشد بوضحة المري سلام، ولكني أرى هنا اللي قادمة مع المركز الرابع ربدة مبارك بن راشد من مبارك أبو سعيد الخيارين، ولكن بنعود إلى الشاهينية الشاهينية اللي على المركز الأول من قامت راس، وها هي تشاهدونها مع هذا الانطلاق والاندفاع مع أيضا 600 متر الأخيرة، الله يا بن سفران على هذا الاندفاع والانطلاق مع الشاهينية مبارك بن عبد الله بن سفران، بينما أرى هنا القدوم من السناري قادم هنا في هذه اللحظات بهذا الاندفاع مع الجازي مسفر بن علي بن عبيد السناري على المركز الثاني، المركز الثالث نتابع هنا قنيف هنا مع المركز الثالث وقدومها مع جر الله بن جابر بن جر الله المري على المركز الثالث، ولكن بنعود إلى المقدمة بنعود إلى الشاهينية مع 200 متر الأخيرة وبنسلم للي قامت راس وانتهت راس
سلام وتحية، سلام لمبارك بن عبد الله بن سفران دكتور الهجن، سلام يا أبو عبد الله، سلام على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس، تهانينا لمبارك بن عبد الله بن سفران على هذا الفوز وانتزع لهذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلتنا هنا الجازي لمسهر بن علي بن عبيد السناري، المركز الثالث قنيف من وصلت على المركز الثالث لجار الله بن جابر بن جار الله بن جابر المري، المركز الرابع الشايبة لراشد بن سعيد بن راشد بواضحة المري، والمركز الخامس وصل الزلزلة لعبد الله بن خالد بن راشد بن ثيب المري. شاهدتوا معنا هذا الشوط وشاهدتوا معنا تحديات هذا الشوط وأيضا من انتزعت هذا الشوط اللي قامت راس وانتهت راس هنا شاهينية بن سفران، من انتزعت هذا الفوز. التوقيت الزمني للشاهينية 6 دقائق و10 ثواني و64 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمبارك بن عبد الله بن سفران على هذا الفوز اللي انتزعها لهذا الشوط. بينما وصلت على المركز الثاني الجازي 6 دقائق و12 ثانية و52 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الجازي مسفر بن علي بن عبيد السناري، المركز الثالث وصلت قنيف، توقيتها الزمني 6 دقائق و12 ثانية و86 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك قنيف جار الله بن جابر بن جار الله المري. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثامن ضمن تحديات هذا اليوم الخاصة لسن الجذاع، سن الإبداع والتحدي، من مسافة 4 كيلومترات ينطلق هذا الشوط على البركة. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نتابع هذه الأسماء والشعارات المندفعة والمتناثرة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، ضمن هذا التحدي في هذا السباق المحلي الثاني. نتابع أول المراكز وأول التحديات في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية. من يحتل المركز الأول مبلش لعبد العزيز بن محمد بن عويضها البعينين على أول المراكز، يليه مباشرة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. نتابع القادم في هذا التحدي إسعاف لحمد بن مبارك بن حمد آل بريص المري. بينما المركز الثالث نتابع مشاهدين الأعزاء
ومتابعينا الافاضل هنا الوصول مع ثالث المراكز وثالث الاسماء. نتابع هنا شعار بن سنيد من يتقدم في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم المميز المنطلق في ثالث المراكز وثالث المنطلقين والباحثين عن ناموسي هذا الشوط. نتابع هنا الوصول مشاهدي الاعزاء من خلال هذا الاندفاع المميز والكبير. هذا هو مشاهدي الاعزاء الفايز بشعار فهد بن مبارك بن عبد الله بن محمد آل خليفة، يحتل المركز الثالث. المركز الرابع ناخذ المركز الرابع القادم مع رابع المراكز. نتابع ظليم لمحمد بن صالح بن محمد المانعة المري، بينما المركز الخامس الذيب لكليفيخ بن سعد بن ناصر العتيبي بدأ يتقدم في هذه اللحظات. هنا مشاهدي الأعزاء وهنا أيضا الدخول من قبل في هذه اللحظات مدلل لمحمد بن حسيب بن محمد بن جرحب المري، بدأ يتدخل شعاره إلى عمق المنافسة والتحدي في هذا الشوط. نعود إلى المقدمة والصدارة ونتابع الأمور والسيطرة مع الفايز، وهنا أيضا مبلش للسيد عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين على أول المراكز. وهنا إسعاف لحمد بن مبارك بن حمد البريص المري مع أول المراكز، يتقدم مع إسعاف في بداية هذا الشوط، وبمعية إسعاف أيضا يتقدم مبلش بشعار عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين مع ثاني المراكز. وثالث التحديات يصل شعار بن جرحم من خلال هذا الاندفاع المميز مع مدلل في ثالث المراكز للسيد محمد بن حسين بن محمد بن جرحب المري، بينما المركز الرابع نرى الدخول والأسماء القادمة مشاهدينا الأعزاء. الوصول في هذه اللحظات من قبل راهي لفيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيم، يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع الوصول والتقدم من قبل ظليم للسيد محمد بن صالح بن محمد بن مانعه المري، يحتل المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، وأرى سيل جارف قادم من المراكز الخلفية. نتابع هذا التحدي المميز، نتابع الأسماء الرائعة. نعود مباشرة إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. الله الصدارة. إسعاف 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 للسيد حمد بن مبارك بن حمد البريص المري على أول المراكز، بينما المركز الثاني وصل مبلش. يا بشلتكم من مبلش لعبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين، ولكن القادم في هذه اللحظة راهي فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع نرى المتابعة مشاهدي الأعزاء مع مدلل بشعار بن جرحب بن محمد بن حسين بن محمد بن جرحب المري مع رابع المراكز يقدم لنا مدلل، بينما المركز الخامس نرى الأسماء القادمة والشعارات القادمة في هذا الشوط. نتابع الوصول مشاهدين الأعزاء القادم مع خامس المراكز، الوصول في هذه اللحظة والتقدم مشاهدي الأعزاء من قبل مدوخ مسفر بن حمد بن علي بن صالح بن حديدة المري، ولكن نتابع التغيير مشاهدي الأعزاء من قبل اللي يحمل الرقم 54. هذا هو مشاهدي الأعزاء السعدي لخالد بن حمد بن محمد الفهيدي الفهيد الهاجري مع المركز الخامس. ولكن نعود إلى المقدمة، إلى أمور هذا الشوط والصدارة. إسعاف على الصدارة، إسعاف على المقدمة، وهنا أيضا القادم مع ثاني المراكز. نتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط. نتابع هنا مشاهدي الأعزاء التغيير من قبل راهي لفيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، يغير إلى المركز الأول، وهنا مبلش. يا سلام، أبلش الجميع في الأمتار الأخيرة. عبد العزيز بن محمد بن عويضة
البعينين محذان المراكز، ولكن نعود إلى الصدارة نتابع المقدمة. راهي راهي مشاهدي الأعزاء، راها إلى الفوز إلى الناموس بشعار فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، يسجل النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس على فوز راهي بالمركز الأول، بينما المركز الثاني جاء فيه مبلش لعبد العزيز بن محمد بن عويض هالبعينين، بينما المركز الثالث كان الوصول من قبل أسعاف لحمد بن مبارك بن حمد البريص المري. المركز الرابع جاء فيه مدوخ لمسفر بن حمد بن صالح بن حديد المري. المركز الخامس جاء فيه مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل مرحب لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري. إذن مشاهدي الأعزاء تابعنا هذا الشوط الذي حمل فيها الإثارة والتحدي إلى الأمتار الأخيرة. تابعنا راهي للسيد فيصل بن راشد بن ناصر بن جبر النعيمي، يسجل النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. هذا هو راهي وتوقيته الزمن 6:87 جزء من الثاني. تهانينا وناموس. المركز الثاني حل فيه مشاهدينا الأعزاء مبلش لعبد العزيز بن محمد بن عويض هالبعينين، والتوقيت الزمن 6:08:48 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل فيه إسعاف لحمد بن مبارك بن حمد البريص المري، والتوقيت الزمني 6:09:45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أشواطنا تستمر ضمن هذا التحدي الصباحي الجميل مع منافسات سباقنا المحلي الثاني من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية التي تبث لكم وقيع هذا السباق. هذه هي الانطلاقة التاسعة من انطلاقاتنا الصباحية مع سن الإذاع. ينطلق شوطنا التاسع يحمل لنا منافسات فئات البكار بمسافة 4 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع الأسماء المنطلقة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع الأسماء وجميع الشعارات المندفعة بهذا التحدي وبهذه المنافسة الجميلة. مع المقدمة مباشرة لنتابع وجود على المركز الأول حمد بن سعيد بن صالح الشرقي المري، يقدم وجود مع البداية المتواجدة هنا مع مركز الصدارة والمنطلقة بهذا الأداء الممتاز. تلتها على المركز الثاني يأتي التقدم في هذه اللحظات، والوصول من زعزع جيان بن حمد بن محمد بن ضرمان المري ينطلق على مستوى المركز الثاني، نقلتنا إلى ثالث المراكز. نتابع التقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام من بلشة علي بن سعيد بن محمد بن طفلة المري يصل مع بلشة، بينما رابع المراكز يصل شعار اللورد في هذه اللحظات. هذه هلا مشاهدين الكرام سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيد من يقدم هلا أهلا بالجميع في هذا الميدان، ميدان التحدي. نقلتنا للمركز الخامس، نتابع التقدم في هذه اللحظات. الوصول مشاهدينا الكرام من الذيبة حمد بن غانم بن سلطان لهديفي يصل مع الذيبة على مستوى المركز الخامس، أول ندى في مسار الشوط مع الخمس المراكز المذاعة الأولى الفايف ستار في مسار التحدي والمنافسة وما خلف دائرة الجميل. مع انطلاقة هذا التحدي الممتاز هنا على ميدان التحدي ميدان الشحانية، سيل جارف من سن الإذاع ينطلق هنا في هذا
التحدي. وفي هذا الشوط عودتنا إلى المقدمة والصدارة، عودتنا إلى بداية الشوط، إلى تواجد وجود مع البداية. هذه وجود مشاهدين الكرام مع مقدمة هذا الشوط، الحمد بن سعيد بن صالح الشرقي من يقدم وجود على المركز الأول. نقلتنا إلى ثاني المراكز، وصلت مصيحة في هذه اللحظة، أول ندى لمصيحة، جابر بن ناصر بن محمد البريد المري يقدم مصيحة على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز تواجد هناك من زعزعة لعجيان بن حمد بن محمد بن ضرمان المري، ولكن وصلت في هذه اللحظات، تابع مزنة، وصلت مزنة، يا سلام يا شعار المنخس، بدأ يتقدم بتقدم مزنة. محمد بن كردي بن طالب المنخس المري يقدم مزنة على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت زعفران أحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي، والمركز الخامس وصل شعار بن سلامة. الله يا سلام، شوف التحدي الكبير من الشعارات القادمة في هذا الشوط، ولكن أجواء الكيلومتر الأخير دائما غير، تحمل لنا منافسات السرعة، تحمل لنا منافسات القمم هنا، وهذه المقدمة لا زالت هناك مع تواجد وجود مع البداية وصدارة الشوط. يا سلام، نتابع المقدمة وصدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مصيحة غيرت في هذه اللحظة، غيرت المسار، غيرت التحدي مع الأجواء النهائية لعايدة ملكيتة لجابر بن ناصر بن محمد البريد، ولكن تابع أرصد الوصول من نشبة مبارك بن راشد بن مبارك البوسعيد الخيرين، أول ظهور لها في مسار الشوط. بلشة 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 أو نشبة، نشبة اللي غيرت التحدي، بينما المركز الثاني من وصلت هناك شعار بن سلام قادم بتحدياته وبانطلاقته الممتازة. مشاهدين الكرام، كنز لناصر بن راشد بن فرهود الهاجري يصل هنا مع المركز الثاني والمركز الثالث أيضا التقدم، ولكن خلاص مع الخيارين. السلامات هنا مع انطلاقة نشبة، مبارك بن راشد بن مبارك البوسعيد الخياري، سلام سلام نشبة، سلام، وصلت هنا لتكون بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بن مبارك البوسعيد الخيارين، بينما المركز الثاني وصلت على ثاني المراكز مشاهدين الكرام كنز لناصر بن راشد الهاجري، والمركز الثالث الوصول مشاهدين الكرام. والتحدي كان من بلشة لمسفر بن مذكر بن مسفر القرشي اللي وصلت على المركز الثالث، بينما رابع المراكز مشاهدين الكرام المركز الرابع اللي وصلت زعفران لأحمد بن علي بن راشد العبد الله السبيعي على المركز الرابع، وخامس المراكز المركز الخامس غزلان لسعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، عودتنا الى التوقيت الزمني لحظة وصول بلشه الى خط النهاية قاطعة المسار بفترة زمنية مقدارها 6 دقائق 17 ثانية 16 جزءا من الثانية. تهانينا لمبارك بن راشد بن مبارك البوسعيد الخيارين على فوز نشبة بالمركز الاول، بينما ثاني المراكز وصلت كنز بست دقائق 17 ثانية 80 جزءا من الثانية. تهانينا لناصر بن راشد الهاجري، بينما المركز الثالث من وصلت مشاهدينا الكرام ثالث المراكز وصلت بلشة توقيتها الزمني 6 دقائق و17 ثانية و96 جزءا من الثانية. تهانينا لمسفر بن مذكر بن مسفر القرشي أيضا القادم من المملكة العربية السعودية، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين في هذا التحدي الصباحي الجميل. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصلة والتحديات مستمرة لمنافسات هذه الفترة الصباحية مع سن الإجذاع ومع تحديات هذا الصباح. شوطنا العاشر انطلق قبل قليل لنبدأ مع مسيرة وتحديات فئة الإبكار، لنبدأ مع أول المراكز لنتابع الجردة على المركز الأول وعلى الصدارة، والشعار بن جبران من يتواجد على أول المراكز ومع مقدمة هذا الشوط الجردة لمبخوت بن ناصر الشنجل من يمتلك الجردة على المركز الأول. المركز الثاني التقدم
مشاهدينا الكرام من قبل منظومة لعبد الله بن خميس آل محمد من يمتلك منظومة على المركز الثاني المركز الثالث. التقدم مشاهدينا الكرام من قبل بلشة طالب بن فرج بن هليل المري من يقدم لنا بلشة على المركز الثالث. المركز الرابع من تحمل الرقم 4 غزلان سعيد بن أسامة سلطان الهاجري. والمركز الخامس أتابع بيان على خامس المراكز سالم بن حمد بن صالح القمراء على خامس المراكز. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى، كما نتابع أيضا عبر شاشة قناة الريان الفضائية على الكادر الأسفل الشعارات والأسماء المتواجدة خلف النداء وخلف الأسماء المذاعة في مسيرة هذا الشوط. شكرا بو شارب، شكرا بالخزين على هذا النقل المميز وعلى هذه اللقطات الجميلة التي يستمتع بها المتابع والعاشق لهذه الرياضة. لنعود إلى مجريات المقدمة ومجريات الصدارة. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء لنعود بحضراتكم إلى مجريات الشوط وإلى مقدمة الشوط لنتابع على الصدارة والمقدمة. شعار بن جبران من يتواجد على البداية وعلى أول المراكز مع مشهورة على البداية وعلى الصدارة، ويحضر أيضا شعار بن جبران على مقدمة هذا الشوط. مقدما لنا أيضا شعار النجوم، مقدما لنا شعار الخطر بتحدياته وانطلاقاته، باحثا مع فئة الإجذاع عن تسجيل نقاط جديدة مع هذه الفئة العمرية، كما حضر وقدم لنا العديد من الأسماء والعديد أيضا من النجوم التي حملت هذا الشعار وكان لها حضور مميز مع سن الحقائق وسن اللقاي. ليقدم لنا سالم بن جار بن جبران شعاره على أول المراكز وعلى المقدمة والصدارة. المركز الثاني إذن لعى الصدارة من واقع الشعار، هذه أيضا عند بن جبران لما يحمل رقم 29 مطيتين في هذا الشوط. المركز الثاني وتابع أيضا التواجد من قبل غزلان سعد بن وسام سلطان الهاجري. ثالثا التقدم والوصول من أيضا حاملة الرقم 29 اللي هي مشاهدينا الكرام الجردة لمبخوت بن ناصر الشنجل. المركز الرابع الواصلة بهذه اللحظات مريعة لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الخامس كان الوصول من قبل خامس المراكز وخامس التحديات شعار بن عفرة مع أيضا تقدم بلشي لحمد بن جابر الزبداني المري. هذه هي الأسماء الحاضرة والمتواجدة. لنعود بحضراتكم إلى الصدارة، لنعود إلى البداية والمقدمة ومقدمة هذا الشوط. لنعود إلى بن جبران من يقدم لنا شعاره مع مقدمة الشوط ومقدما لنا تحديات مشهورة على أول المراكز، من دخلت أيضا موسوعة الشهرة بتحدياتها مع انطلاقة البداية مع انطلاقة المقدمة منذ أن أعطي هذا الشوط إشارة البدء. مشهورة وسالم بن جار بن جبران على المركز الأول، لكن الشنجل قادم بتحدياته مع ثاني المراكز مع الجردة مبخوت بن ناصر الشنجل، لكن أمور الشوط أمور هذا الشوط اختطفته مشهورة مع بن جبران الثاني. والتبريكات لك يا بن جبران على فوز مشهورة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت الجردة مع مبخوت بن ناصر الشنجل. المركز الثالث كان الوصول من قبل العنود علي بن حمد آل بريس. رابعا وصلت مشاهدي الكرام غزلان لسعد بن وسام سلطان الهاجري. كان الوصول من قبل المركز الخامس مريعة لسعيد محمد بن زايد الخيارين. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء نهني محمد مبارك بن جبران على فوز مشكورة بالمركز الأول. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق 9 ثواني
13 زمن الثانية. التهاني تبريكات لك يا بن جبران على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصلت على المركز الثاني الجردة 6 دقائق 12 ثانية 25 زمن الثانية. التهاني تبريكات نزفها لملك الجردة مبخوت بن ناصر الشنجي. المركز الثالث كان الوصول من قبل العنود. توقيت الزمن 6 دقائق 14 ثانية بدون أي زمن الثاني. التهاني تبريكات لعلي بن حمد آل بريص المري على هذا الفوز المستحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الانطلاق المتواصل ضمن فعاليات المحلية الثاني بيومه الخامس. نتواصل في هذه الاندفاعات والشعارات المتواجدة مع هذا الانطلاق، انطلاقة الشوط 11 لفئة الجداع أبكار، ينطلق من مسافة 4 كيلومترات. نتابع تحديات المقدمة وصدارة الشوط مع هذه الأسماء المندفعة والمتواجدة. مع البداية تتواجد الجذابة راشد بن عبد الله بن راشد ألف هيدان المري يحتل المقدمة وصدارة الشوط، بينما المركز الثاني تتواجد في هذه الانطلاقة الشفق لصالح بن حمد بن سعيد العيدة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث أتابع هذا التحدي وهذا الانطلاق مع هذه الشعارات المتواجدة والمشاركة في هذا التحدي مع هذه الأسماء المتميزة والمنطلقة. تتواجد متعب المحمد بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الأسماء القادمة والمتواجدة مع اندفاعة الشاهينية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الرابع، بينما من غيرت واحتلت المركز الرابع هنا الفهدى لحمد بن ثلاب بن حمد الشهواني هي من تحتل المركز الرابع في هذا الانطلاق وبهذا المسار الجميل. المركز الخامس نتابع الشعارات المتواجدة والمندفعة في هذا التحدي، وبمسار هذا الشوط نتابع حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش المري مع المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل الخمس الأسماء الأولى المسيطرة على دائرة النداء والإذاعة مع اندفاعة هذه الشعارات المتواجدة والمنطلقة. نعود مباشرة مع البداية ومع شعار صايد الرموز، هنا يتقدم ينطلق ينفرد في مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا عطاءات إعلان عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، يقدم لنا إعلان على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يتابع الجذابة راشد بن عبد الله بن راشد ألف هيدان المري مع المركز الثاني. المركز الثالث يتابع الفدى حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، يتقدم في صراع ونزاع هذا الشوط باحثا عن الناموس وعن الانتصار. المركز الرابع أتابع الشعارات القادمة والأسماء المتواجدة بتواجد متعبة أم محمد بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة مع متعبة من يحتل المركز الرابع. المركز الخامس أتابع حربة عبد الله بن عجيان بن محمد آل جحيش المري، تتسلل بهذه اللحظات حربة إلى المركز الرابع. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل الخمس الأسماء الأولى التي سيطرت وانطلقت واندفعت في دائرة النداء والإذاعة بثاني نداء، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. نعود مع صراع المقدمة ومع الانفراد على بداية هذا الشوط بتواجد إعلان وإعلان صايد الرموز هنا غادم في هذا التحدي وبمسار هذا الشوط. نتابع هذا التألق وهذا الإبداع مع عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، من يقدم لنا إعلان مع هذه اللحظات مع هذه الأمتار مع هذه الأجواء المتميزة، إعلان تنفرد في مقدمة هذا الشوط غائدة لهذه المسيرة ولهذه الأعداد التي تشارك وتندفع باحثة عن الناموس مع الكيلومتر الأخير وخطير. نتابع الجذابة على المركز الثاني راشد بن عبد الله بن راشد ألف هيدان المرية تواجد مع المركز الثاني، وثالثا أتابع الفهدى حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني، بينما المركز الرابع الجذابة لماجد بن مذكر بن مسفر القرشي، وخامسا أتابع حربة عبد الله بن عجيان بن محمد
الجحيش المري. هذه نتيجتنا مشاهدين الكرام. نعود مع البداية ومع مقدمة هذا الشوط. اعلان صايد الرموز ما زالت تنفرد في هذا الشوط، ما زالت هنا تغرد خارج السرب بهذا الاندفاع وبهذا الاداء المتميز وبهذا الدفع التلقائي والرقص الرباعي مع هذا الشعار المتميز، شعار عبد الله بن زايد بن منصور سيف الخيارين يقدم لنا اعلان. ولكن القرشي غادم هنا مع الجذابة ماجد بن مذكر بن مسفر. القرشي هنا يقدم لنا عطاءات الجذابة مع المركز الثاني، ولكن اعلان مع البداية، اعلان والجذابة، الجذابة واعلان، منافسة مع اللحظات الاخيرة الخطيرة. اعلان ما زالت صامدة، الجذابة تحاول، اعلان والجذابة، اللحظات الاخيرة، اللحظات الخطيرة، الله، اعلان الجذابة، ولكن اعلان صايد الرموز يصطاد ناموس هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين على فوز اعلان وتحقيق للانجاز. المركز الثاني وصلت الجذابة للسيد ماجد بن مذكر بن مسفر. القرشي المركز الثالث. المركز الثالث الفهد حمد بن ثلاب بن حمد الشهواني. المركز الرابع. المركز الرابع بروق لحفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ المري. المركز الخامس. المركز الخامس وصلت عسيلة لسيب بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هكذا مشاهدينا مستمعينا الافاضل تابعنا المنافسه، فكانت اعلان حاضره 6 دقائق 11 ثانيه 27 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لعبد الله بن زايد المنصور آل سيف الخيرين على فوز اعلان في ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الجذابه 6 دقائق 11 ثانيه 43 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لماجد بن مذكر بن مسفر الغرشي على فوز الجذابه في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الفهده 6 دقائق 14 ثانية 15 جزءا من الثانية. تهاني والناموس لحمد بن ثلاب بن حمد الشهواني. تهاني والناموس لجميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ميدان الشحانية، وانطلاقات سن الإذاع سن الإبداع والإمتاع. والأربعة كيلومترات هي الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المتميزة. نسير مشاهدينا الكرام مع شوطنا الثاني عشر، شوط يحمل في طياته الابكار. نسير مع هذه الشعارات وهذه الاسماء المشاركه والمنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشره نسير مع البدايه والمركز الاول واول الاسماء الحاضره. نهابه مع البدايه، حمد بن سالم بن علي بن جهويل من يقدم لنا نهابه مع البدايه، بينما المركز الثاني اتابع الوصول من هقاوي سالم بن مبارك بن جهويل المري مع ثاني المراكز. والمركز الثالث الوصول والقدوم مع ثالث المراكز. هنا من تصل مودة لسعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول القدوم هناك مع رابع المراكز، وانطلاقة أيضا سلطان لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من يأتي مع المركز الرابع في هذا المسار المتميز. والمركز الخامس الوصول القدوم من عهود محمد بن حمد بن صالح الشرقي مع المركز الخامس. هاي النتيجة مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية،
نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، حيث البداية والصدارة نهابة مع المركز الأول حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابط من يقدم لنا نهابة مع صدارة الشوط، والمركز الأول من يأتي شعار بن جهويل، هذا الشعار المتميز الذي قدم الكثير من الأسماء هنا يأتي مع البداية وصدارة الشوط مقدما لنا نهابة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من هقاويل سالم بن مبارك بن جهويل المري، بينما المركز الثالث أتابع الوصول هناك والقدوم مشاهدين الكرام من انطلاقة سلطانة مع المركز الثالث هنا سالم بن عامر بن راشد المدهوشي أحد الضيوف القادمين من السلطنة للمشاركة هنا في ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن، حاضرا أيضا شعار المدهش مع المركز الثالث في هذا المسار، بينما المركز الرابع أتابع الوصول والقدوم في هذا المسار المتميز من انطلاقة شقرة لسعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع المركز الرابع، المركز الخامس أتابع الوصول القدوم أيضا مشاهدين الكرام من سلطانة بدر بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة من يأتي مع خامس التحديات. هي النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ولكن نعود مع البداية وصدارة هذا الشوط، حيث البداية والمركز الأول نهابة نهابة مع المركز الأول والصدارة حمد بن سالم بن علي بن جهويل آل نابت من يقدم لنا نهابة مع المركز الأول، ولكن ميمنة الميدان تتحرك هناك سلطانة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي من ميمنة الميدان في هذا المسار المتميز، أو عفوا هناك اللي من ميمنة الميدان تدخلت في هذا المسار المتميز والجميل، يا سلام على هذه التدخلات السريعة من قبل هذه الأسماء المشاركة في هذا المسار المتميز والجميل، الله شوف اللي واصل هقاوي سالم بن مبارك بن جهويل المري، ولكن ارصد اللي قادم أيضا وتدخلت حشيمة عبد الهادي بن غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، وصل شعار الشهواني أيضا في هذا المسار، ولكن شوف أيضا اللي قادمة وواصل هنا أيضا الجازي هادي بن علي بن هادي بن حفار المري، يصل شعار بن حفار أيضا مع المركز الأول في هذا المسار، الله يا سلام القوال كيلو متر الأخير الكيلو الخطير، ولكن الجازي الجازي مع البداية هنا من يقدم لنا الجازي هادي بن علي بن هادي بن حفار المري، ولكن شوف اللي تسللت من ميمنة الميدان تسللت هناك هقاوي سالم بن مبارك بن جهويل المري، ولكن ارصد اللي قادمة من الصفوف الخلفية من وصلت في هذا المسار لمحة منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة، الله يا سلام المعركة طاحنة ما بين هذين الاسمين، ولكن بن نايفة يغير إلى الصدارة إلى المركز الأول، منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة من أتتنا من الصفوف الخلفية، الله 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 بن نايفة بن نايفة مع المركز الأول مع صدارة الشوط مع لمحة سلام لمحة سلام سلام بن نايفة سلام، أسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني من وصلت مع أذان المراكز هقاوي سالم بن مبارك بن جهويل المري، والمركز الثالث وصلت مع المركز الثالث مشاهدين الكرام الجازي الهادي بن علي بن هادي بن حفار المري، والمركز الرابع المركز الرابع وصلت مع رابع المراكز بلشة علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، والمركز الخامس المركز الخامس وصلت صابرين لسعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز، هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء إذن مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء هكذا التوقيت الزمني لحظة وصول لمحة إلى خط النهاية 6 دقائق 12 ثانية 89 جزء من الثانية، تهانين والناموس لمالكي لمحة منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة من قدم لنا لمحة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني كان الوصول هناك مشاهدين الكرام مع أذان المراكز من هقاوي وتوقيتها الزمني 6 دقائق 13 ثانية 56 جزء من الثانية، تهاني الناموس لسالم بن مبارك بن جهويل المري، بينما المركز الثالث من وصلت مع المركز الثالث التجمع عز والفرقة بلاوي المركز الثالث الجازي وتوقيتها الزمني 6 دقائق 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهاني الناموس الهادي بن علي بن هادي بن حفار المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. شيخنا اللي كنا الحر النداوي مرحبا
يا مرحبا باللي تعنى بالشيوخ وبالضيوف وكل هاو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلاقة شوطنا الثالث عشر وأيضا يعتبر الشوط الرئيسي للإنتاج القعدان. شوط الإنتاج هنا نتابع انطلاقة هذا الشوط ونتابع المركز الأول والصدارة هنا في هذا الشوط، نتابع المقدمة والصدارة مع المركز الأول هنا الفائز لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط مع الفائز اللي على المركز الأول. نتابع المركز الثاني والقدوم مع المركز الثاني من يصلنا اللي هو المتحد لصالح بن حمد القمرة على المركز الثاني. المركز الثالث أرى اللي تدخل في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع في هذه اللحظات اللي من الجانب الأيمن هناك عجلان لسالم بن علي بن سالم أنشيرة المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس نتابع هنا شعار بن سفران مع المركز الخامس. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الخامس، نتابع عكلان لمسفر بن علي بن سفران اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. تابعنا وإياكم هذه الخمس المراكز الأولى ونعود إلى الفائز، نعود إلى الفائز اللي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. نتابع الفائز على مقدمة الشوط وبهذا الانطلاق الجميل لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني والمركز الثاني نتابع هناك اللي على المركز الثاني عجلان سالم بن علي أنشيرة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي على المركز الثالث. نتابع المركز الرابع والمركز الرابع المتحد لصالح بن حمد القمرة النابت على المركز الرابع والمركز الخامس هنا قدوم في هذه اللحظات، ومن يصلنا نتابع مشعل لحمد بن علي بن عامر ألطف له المري على المركز الخامس. في هذه اللحظات نتابع وإياكم هذا الانطلاق وهذا الاندفاع ونعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة مع الفائز، مع الفائز اللي في مقدمة الشوط بهذا الانطلاق الجميل. أرك ركز يا ابن عقيل، ركز يا راعي الفايز مع ال 1500 متر الأخيرة وهذا الشوط الأول للإنتاج. نتابعه ونتابع هذا الانطلاق، نتابع هذا الاندفاع من الفايز اللي على المركز الأول وعلى الصدارة نتابعه، بينما المركز الثاني شاهين عبد الله بن سعيد بن حمد الزعبي، المركز الثالث عجلان لسالم بن علي النشيرة على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مشعل على المركز الرابع في هذه اللحظات لحمد بن علي بن عامر بن طفلة المري على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس المتحد لصالح بن حمد القمرة هنا في هذه اللحظات وبقيادة حمد بن محمد بن جهويل. نتابع هذه الخمس المراكز الأولى ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، إلى الفائز، الفائز الفائز. يا سلام بهذا الانطلاق القوي، ولكن مش على القادم شاهين في هذا الوقت مع 900 متر الأخيرة. نتابع هذا الانطلاق الثلاثة أيضا في موقع واحد وباندفاع واحد، بينما أول اسم يصل في هذه اللحظات على المركز الرابع. نتابع هنا القدوم، نتابع هنا شعار بن سعد مع هذا الوصول الناموس لمحمد بن حمد بن سالم آل سعد اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات هناك قدوم مع المركز الرابع اللي هو مبلش لسيف محمد بن زايد الخيارين، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة في هذه اللحظات.
الخمسمية متر الأخيرة هنا مشعل الفائز وأيضا قدوم الناموس. الناموس يا سلام يا سلام يا سلام بهذا الاندفاع، ولكن هنا في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق نتابع مشعل لحمد بن علي بن عامر بن طفلة ابناء المملكة، ولكن بنعود هناك من الجانب الأيمن بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق الفائز والناموس على المركز الثالث، ولكن مشعل الفائز 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 وفاز الفائز، فاز الفائز بالشوط الأول الانتاج. سلام يا ابن عقيل، سلام سلام يا راعي الفائز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل، أنا بالتهانينا تهانينا يا راعي الفائز على هذا الفوز. المركز الثاني مشعل، على المركز الثاني لحمد بن علي بن عامر الفهيد، المركز الثالث المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات اللي وصلنا الشهم لمحمد بن سعيد بن محمد بن قحيز، المركز الرابع المركز الرابع نتابع هنا مبلش لسيف محمد بن زايد الخياري، المركز الخامس المركز الخامس الناموس لمحمد بن حمد بن سالم آل سعد الناب التهانينا، والناموس لمالك الفائز من انتزع نقطة هذا الشوط. تشاهدون الفائز من انتزع الشوط الأول للإنتاج، نتابعه وساعة وصوله إلى خط النهاية 6 دقائق و14 ثانية و18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الفائز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت، بينما وصل مشعل على المركز الثاني. توقيت الزمن 6 دقائق و14 ثانية و84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن عامر الفهيدة المركز الثالث. وصلنا من فاجأنا في الأمتار الأخيرة الشهم، توقيت الزمني 6 دقائق و15 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن قحيز المر. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لا زالت الأشواط متواصلة في صباح هذا اليوم الخاصة لسن الإجذاع، سن الإبداع والتحدي على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق الشوط الرابع عشر وهو شوط خاص للإبكار من مسافة 4 كيلومترات. نتابع أول المراكز وأول التحديات من تنطلق مشاهدينا الأعزاء. المنطلقة نوايد لصالح بن حمد بن صالح الشرقي على أول المراكز، بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني من قبل مناوي لناصر بن سعيد بن علي الشيبة يحتل المركز الثاني، بينما المركز الثالث نجد في هذه اللحظات التقدم والانطلاق في ثالث المراكز وثالث التحديات. الوصول مشاهدينا الأعزاء من الجانب الآخر ومن أيضا الزاوية الصعبة، نتابع الاسم القادم مع ثالث المراكز، نتابع المنطلقة في ثالث المراكز شعار القمرة المتواجد مع ثالث المراكز. صالح بن حمد القمرة المري يقدم لنا رهف في المركز الثالث للسيد حمد بن صالح بن حمد القمرة المري، بينما المركز الرابع نتابع من الجانب الآخر الوصول والتقدم مشاهدينا الأعزاء من الجانب الآخر من تنطلق في هذا التحدي. طواري لسعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل المري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نتابع المنطلقة مشاهدين الأعزاء الوصول والتقدم. نتابع هذه الأسماء المميزة والشعارات الخطيرة المتواجدة على أرضية ميدان الشحانية، نتابع القادمة والمنطلقة مشاهدين الأعزاء من خلال هذه الأسماء المتميزة. الوصول من قبل هيجنة لراشد بن علي بن سعيد بن شفيع الفهيدة المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، ونعود مباشرة إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول. المركز الأول اللي خطفت المركز الأول المتقدمة في هذا الشوط العكلة للسيد خالد بن مسفر بن علي بن سفران المري، شعار بن سفران يتواجد
في عمق المنافسة والتحدي على أول المراكز، ولكن نتابع ثاني المراكز الوصول في هذه اللحظات من قبل الفايزة لمتعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري، من غير مباشرة وخطف المركز الأول المركز الثالث. نجد في هذه اللحظات التقدم والتواجد على ثالث المراكز وثالث التحديات من الجانب الآخر المعلنة لهذا التحدي والوصول من قبل طواري سعيد بن سالم بن مبارك بن جهويل، يحتل المركز الثالث ويغير مباشرة إلى المركز الثاني. نتابع المركز الرابع تحمل الرقم 41 بن شاهين للسيد حمد بن علي بن حمد بوصلع المري، يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس أرد دخول من قبل رهف للسيد حمد بن صالح بن حمد القمر المري، ولكن القادمة واللي انطلقت في هذه اللحظات مشهد العزة الشهانية لمشعل بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة المري، من يقدم لنا مشهد العزة الشهانية على مستوى خامس المراكز. هذه الخمس المراكز الأولى في شوط ما قبل الختام في أشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع الصدارة مع الفائزة، الفائزة تريد الفوز والناموس، نتمنى لها الفوز ولكل المشاركين في ميدان التحدي. هذه الفائزة على الصدارة لمتعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري، ولكن القادمة في هذه اللحظات نتابع هيبة محماس بن علي بن سعيد السندوانة المري، يصل مع هيبة بانطلاقتها المميزة، بينما المركز الثالث نتابع الشهانية مشعل بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة، ولكن هنا الفائزة على الصدارة، وهنا القادمة هيبة مشاهدين الأعزاء لمحماس بن علي بن سعيد السندوانة المري، يقدم لنا هيبة بانطلاقتها المميزة واندفاعها الأخير إلى خط نهاية. هذه هيبة مشاهدين الأعزاء تحسم هذا الموقف وتنتزع هذا الناموس المميز بشعار السندوانة، بشعار محماس بن علي بن سعيد السندوانة المري، قدم لنا هيبة خاطفة لهذا الناموس المميز، مهدية لمالكها محماس بن علي بن سعيد السندوانة المري، ينتزع هذا الناموس المميز مع هيبة. تهانينا والناموس المركز الثاني جاءت فيه القادمة الشهانية لمشعل بن جر الله بن سالم بن مسعود بشريدة، بينما المركز الثالث وصلت فيه مشاهدي الأعزاء الفائزة لمتعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المركز الرابع، تحمل الرقم 4 وهي صدمة لمبارك بن حمد بن ناصر الخليفة، بينما الهلالية في خامس المراكز لعبد الهادي بن سعيد بن علي الغفراني المري. إذن مشاهدينا الأعزاء تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الشوط، تهانينا لمالك هيبة من فازت بناموس هذا الشوط محماس بن علي بن سعيد السندوانة المري، تهانينا والف مبروك. والتوقيت الزمني 6:08 30 جزء من الثانية، تهانينا والف مبروك على هذا الفوز المميز والمستحق. المركز الثاني الشهانية بشعار مشعل بن جر الله بن سالم بشريدة، والتوقيت الزمني 6:10 و95 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث حلت فيه مشاهدي الأعزاء الفائزة لمتعب بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري، والتوقيت الزمني 6:11 51 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، على بركة الله ينطلق شوطنا الخامس عشر، شوط الختام مع هذه الفترة الصباحية. نتابع مع حضراتكم منافسات وتحديات سباقنا المحلي الثاني، هكذا
أعزائي المشاهدين انطلق هذا الشوط، شوط أيضا خاص بالإنتاج والمنتجين. ما شاء الله على هذه الانطلاقة الممتازة وعلى الأسماء المشاركة في هذا الشوط. 4 كيلومترات هي المسافة إلى خط النهاية مع سن الإذاعة فئة القعدان. ينطلق هذا التحدي الممتاز على ميدان التحدي، ميدان شحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نلحق بركب المقدمة ونتابع أول الأسماء المعلنة تواجدها مع البداية. إسعاف على المركز الأول، راشد بن علي بن سالم بسنيد الدعية من يقدم إسعاف على البداية وعلى مقدمة هذا الشوط. يلي على المركز الثاني الوصول في هذه اللحظة من شاهين لجابر بن سعيد بن راشد بوضع المر، يصل هنا مقدما لنا شاهين على المركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز أو تابع الوصول في هذه اللحظات من الحصيني، يصل على المركز الثالث المملوك لحمد بن سالم بن علي بن جهويل، يتقدم على مستوى المركز الثالث ورابع الأسماء. يصلنا أيضا نفرج في هذه اللحظة لسعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة، يتقدم على المركز الرابع بينما خامس المراكز. تابع القدوم في هذه اللحظة والوصول أيضا هناك من الحنيش لعبد الله بن سعيد بن دخيل الله أبو صلعة، يتقدم على المركز الخامس. والأسماء قادمة والشعارات هنا جميعا، أيضا الشعارات بدأت بالانطلاق مع هذا التحدي الممتاز. ما شاء الله عودتنا إلى بداية الشوط، عودتنا إلى المقدمة لنتابع التقدم. هناك من إسعاف، إسعاف على المركز الأول، إسعاف مع صدارة هذا الشوط يعلن تواجده ومغادرته أيضا بهذا الانفراد الجميل مع مقدمة المسار. العايدة ملكيتة لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، يلا يا الدعية هناك مع البداية ومقدمة الشوط. وتابع الجميع هنا بدأ بالانطلاق، يصل على المركز الثاني شاهين لجابر بن سعيد بن راشد بوضح المري قادم يقدم لنا أيضا شاهين على المركز الثاني. ولكن أو تابع أيضا شعار بدأ بالتدخل في هذه اللحظات، مشعل يصل هناك على المركز الثاني، بدأ يغير مشاهدين الكرام ليستلم أيضا مسار المركز الثاني. أبناء السلطنة قادمين، ياسر بن محمد بن علي بن محمد الهاشمي غير إلى ثاني المراكز. نقلتنا إلى المركز الرابع، التقدم في هذه اللحظات والوصول من الطياري عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل، يصل على المركز الرابع المركز الخامس. الوصول في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مع خامس المراكز الحصيني لحمد بن سالم بن علي بن جهويل، هذه نتيجتنا. وتابع الجميع ايضا بدا بالقدوم، بدا الهجوم مشاهدينا الكرام، ولكن وين المقدمه؟ الله 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 الله، اسعاف على المركز الاول مع الصداره الاولى مع الاجواء النهائيه من الكيلومتر الاخير. راشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعيه، ولكن ابناء السلطنه يقدمون لنا مشعل في هذه اللحظات. الله يا الهاشمي بدأ يسير هنا مع المقدمة، يسير مع الصدارة والناموس. ياسر بن محمد بن علي بن محمد الهاشمي، يلا يا الهاشمي، أبناء السلطنة يطالبونك بسلام. وتابع يا محمد بن شطيف، هذا الشعار المنطلق على مقدمة الشوط والذي أعلن مغادرته عن جميع الأسماء بهذا الاندفاع الممتاز وبهذا العرض المميز. الله يا سلام، مش على على المنافسة مع الأجواء النهائية. وشكرا يا الهاشمي على هذا العرض الممتاز. سلام أبناء السلطنة، سلام سلام يا أهالي ولاية الكامل والوافي اللي قدمون لنا مشعل في هذا الشوط الذي يشعل نار المنافسة ويشعل الحماس مع الأمتار النهائية. سلام مشعل سلام، شكرا يا الهاشمي اللي قدم لنا هذا الشعار. وخلاص ما عاد تقول له شيء، يصل إلى بر الأمان وإلى خط النهاية. مهد السلامات إلى أبناء السلطنة، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما المركز الثاني وصل إسعاف لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، المركز الثالث الوصول مشاهدينا الكرام من اللي يحمل الرقم 52 بنوافيكم بمعلومته. بينما المركز الرابع، المركز الرابع من وصل أيضا الطياري لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل. وخامس المراكز، المركز الخامس شاهين لجابر بن سعيد بن راشد بوضحى المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام،
ولكن مشعل أثبت وجوده في هذا الشوط وهذه لحظات الإعادة من خلالها نتابع أيضا مشاهدين الكرام. إذن لحظة وصول مشعل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار والتوقيت يتحطم. شكرا يا الهاشمي، أفضل توقيت يسجل في هذا الصباح مع انطلاقة مشعل. تهانينا لياسر بن محمد بن علي الهاشمي، التوقيت 6:06 21 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لياسر بن محمد بن علي الهاشمي على فوز مشعل بالمركز الأول وتحقيقه أفضل توقيت في هذا الصباح. بينما المركز الثاني مشاهدين الكرام من وصل اسعاف بفترة زمنية مقدارها 6:12 49 جزءا من الثانية. تهانينا لراشد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية على فوز اسعاف بالمركز الاول بينما بالمركز الثاني بينما ثالث المراكز مشاهدين الكرام وهاج اللي وصل على المركز الثالث لحمد بن سهيل بن عبد الهادي الحفار يصل على المركز الثالث وتوقيته 6:17:33 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز ايضا مع المركز الثالث. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الى فاضل، ايضا نذكر بحضراتكم بصاحبة الشوط الرئيسي الاول مع الاشواط العامة ايضا وزن من حضرت باول الاشواط وحققت الانتصار وناموس شوطنا الرئيسي الأول المملوكة لهزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة حضر بانطلاقة وزن مع أول الأشواط. بينما نذكر بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان الرفاع صاحبي أيضا ناموس هذا الشوط المملوك لمحمد بن سعد بن محمد بن سالم بن سعد اللي قدم لنا الرفاع مع أول أشواط القعدان. بينما نذكر بأشواط الإنتاج 4 أشواط مع الأشواط الإنتاج مشاهدين الكرام يا مخرجنا عطنا أيضا أشواط الإنتاج مع هذه الانطلاقات الصباحية الجميلة من هنا من ميدان الشحانية لسباقة الهجن. لمحة حضرت مع أول أشواط الإنتاج المملوكة لمنصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة. بينما الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان حضر بانطلاقة الفايز المملوك لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل قدم لنا الفايز في أول أشواط القعدان. بينما نذكر بالتوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح حضر من طلاقة مشعل مع خاتمة أشواطنا الصباحية لقدم أيضا ياسر بن محمد بن علي الهاشمي مشكوري الهاشمي اللي قدم لنا 6:06 21 جزءا من الثانية. هو التوقيت الأفضل والمسجل في صباح هذا اليوم على ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام وصفنا لحضراتكم منافسات وتحدياتنا الصباحية من هنا من ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. بأمل أن نلتقي بكم في يوم الغد، إلى ذلكم الموعد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.